السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بيكم من قدام مسجد مكارم الأخلاق في الجنينة الجميلة دي المتطورة ما شاء الله عليها من خلال جمعية مكارم الأخلاق وجمعية محافظة القرآن الكريم. طبعا احنا اتشرفنا بالأستاذ سعيد سليمان أستاذ الخط العربي لمديرية التربية والتعليم اللي كان ليه مجهود كبير خلال 3 سنوات اللي فاتت واحنا بنشتغل في دورات الخط العربي. طبعا الحمد لله السنة دي عملنا 3 دورات والرابعة هي اللي جاية. طبعا كان مجهود كبير وفي تميز لاولادنا اولاد المنطقه هنا اولاد حسن منطقه الجمباز وحسن صالح وهنا وكفر الزقازيق ويوسفك كل مكان كان الاولاد يجوا يشتركوا معانا. فالنهارده كان ان شاء الله في تكريم لاولادنا في الدورات اللي فاتت خلال السنه دي وخلال الشهرين اللي فاتوا. وان شاء الله نشرف استاذ سعيد معانا. اتفضل سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا النهارده بنخرج دفعه ما شاء الله عليهم بسم الله ما شاء الله نجوم الخط العربي جمعيه مكارم الاخلاق. وطبعا ده يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه مجهود كبير جدا للدكتور اسعد. وطبعا ان شاء الله باذن الله ربنا دايما يا ربي يكون في الزياده. الله يبارك فيك. وان شاء الله باذن الله يكون ولادنا كلهم استفادوا يا رب يا رب فايده كبيره جدا في موضوع تحسين الخط. طبعا عشان الخط طبعا العربي يا جماعه يدخل اي شيء يزينه في الامتحانات في الكتابه في اي حاجه الخط العربي مهم جدا. وان شاء الله باذن الله هنوزع شهادات تقدير لابنائنا اللي حضروا معانا دورات الخط العربي الصيف دوت. وان شاء الله باذن الله احنا مستمرين في تقديم المزيد والمزيد من خلال جمعيه مكارم الاخلاق الاسلاميه محافظه على القران الكريم ومحافظه على القران الكريم. اتفضل يا دكتور اسعد. طبعا احنا الاولاد ربنا يبارك فيهم احنا مبسوطين بيهم وعايزين منهم مجهود اكبر كمان عشان يستمروا في تحسين الخط. فطبعا عندنا من اولادنا المتميزين ايمان بنتنا ايمان صلاح عبد العال. ايمان طبعا ايمان قال السلام عليها ربنا يحفظها ويديها. ها مرات ماشي ايمان. عندنا هاجر بهلول. هاجر مش موجوده يا دكتور. هاجر مش موجوده. الف سلام عليك جميل. فرح محمد السيد. فرح محمد السيد مش موجوده. فرح نوره محمد السيد. نورة محمد سيد. نورة فرع مش موجود. ماشي. حبيبة ابراهيم حسنين. تعالى يا جميل. تعالى يا جميل. تعالى يا جميل. برافو عليك. برافو عليك. ما بتفوتوش ولا ايه؟ برافو عليك. برافو عليك يا حبيبي. عاش يا حبيبي. عندنا عبد الرحمن فتحي. عبد الرحمن فتحي. مش موجود عبد الرحمن؟ ماشي. احمد مدحت احمد طه. موجود احمد؟ النجم الكبير طبعا. اه طبعا. حبيبي احمد. احمد ممتاز احمد. ربنا يبارك فيك يا رب. رقية مدحت احمد طه. موجوده رقية؟ عاملين هنا رقية نجمه كبيره برضو. رقية ما شاء الله عليها. برافو عليك يا رقية. محمد مدحت احمد طه. محمد برضو متميز. اولاد الممتازين ربنا يحفظهم. ماشي. سلمى فتحي عبد النبي. سلمى عسل جميله. سلمى ما شاء الله عليكي. ساره فتحي عبد النبي. يا جماعه دول ما بيسقفوش اصلا وما بيرجعوش على اي حاجه. عمرو ابو عظيم. محمد عمرو سيف الدين. عمرو ابو عظيم ما جوش. محمد عمرو محمد. تعالى سعيد. محمد محمد ال مايا. عمرو محمد مايا. عفوا يا جماعه مايا ما شاء الله عليها اول كرسي ليها بس متميزه جدا ما شاء الله عليها. اخت عم محمد طبعا وفي منافسه رهيبه بينهم وبين بعض ما شاء الله ربنا يحفظهم. عمار اسعد الرفاعي. عمار ابن الدكتور اسعد ماشي بس عاوز الشد. ماشي ربنا. الزهراء محمد مرسي. ايوه الزهراء. تعالى حبيبي زهراء. زهراء جميله يا اموره ربنا يحفظها يا رب. خليك يا زهراء سلم. الشيماء بقى الشيماء محمد مرسي توأم. اثنين توأم ربنا يحفظهم. بلاتس محمد ربنا يبارك فيهم. الزهراء والشيماء طبعا برضه اول كرسي يوم بس ما شاء الله عليهم توأم متميزتان جدا بارك الله فيهم ربنا يحفظهم حبيبي. منصور عبد الرحمن منصور برضه بطل تايكوندو ابطال التايكوندو وبطل في الخط ان شاء الله. منصور برضه ممتاز ما شاء الله عليه ما شاء الله. حبيبي منصور اتفضل يا جماعه. يوسف حسام ابراهيم. يوسف مجتهد برضه ما شاء الله عليه. دينا حماده عبد الرحمن. لا يا جماعه دينا متميزه جدا ما شاء الله عليها دخلت ثالثه ثانوي وطبعا ما شاء الله عليها ربنا يا رب يستر لها
معلش كبرك شويه بس بتاع دي ممتاز ما شاء الله عليه ممتاز. زي الاستاذه زينب عبد الكريم غريب. اتفضل يا استاذ زينب. ماشي الابله زينب ده نجم الدوره نموذج طيب يعني نموذج طيب طبعا ان الانسان في حياته مش الصغر بتاع كله بتاع الكل عادي اسعد انا اسعد طبعا الابله زينب مام الدينا وطبعا دعمها دعم شديد جدا لدرجه انها شاركت معاها في مدار القدس وما شاء الله عليهم متميزتان ربنا يبارك فيك يا فندم. اتفضل يا فندم. نموذج محترم محترم لبيت محترم يا فندم. شرفتونا يا فندم. بتاج محيي الدين تعالى جميل تاج من بلاد الجمال ممتازه ممتازه وشكلها بسم الله على خطها جميل جدا عسل. مصطفى العربي مصطفى العربي تعالى مصطفى ده نجم كرسي جديد مصطفى الاشبال ما شاء الله عليه ما شاء الله مصطفى هلال العربي مصطفى هلا ماشي يا كابتن هلا اسف هلا ممتازه جدا اصغر يعني ايه متعلمه ممتازه ما شاء الله عليها اطلع هلا يوسف احمد صالح شفت الفول يوسف انزل لنا طيب هلا احمد صالح اياد هلا موجود هلا موجود هلا جاي اهي هلا وراك هلا احمد صالح لسه موجود هلا برضه يا جماعه متميزه جدا ما شاء الله عليها عسل هذا اياد امير علي يلا اياد برضو خد الجنيه مجتهد جدا تعال اقف اقف برافو عليك اياد يلا مجتهد جدا اياد ما شاء الله عليك حبيبه قلنا محي الدين حبيبه محي الدين اياد حبيبه تعالى يا جميل تعالى رتاش على فكره حبيبه اخت رتاش ماشي ما شاء الله عليها الاثنين متميزات جدا ما شاء الله عليها في منافسه برضو بينهم يلا فرحه هدى على يوسف هدى فرحة يوسف حضرتك ايه اهوت يوسف احمد صالح يوسف حبيبي على يوسف احمد بص بص انا كام بص يا جميل هنا يوسف من مولادنا العزاز يعني يوسف بص الكاميرا ماشي يوسف من الناس المجتهدين جدا يا جماعه مش هذا يوسف ها بتسمي واد التمانية في ايه بتسحب منه احنا حضرتك كنت زي الكرديه يلا بطل طبعا احنا خلال الجمعيه بنكرم استاذنا المحترم استاذ سعيد سليمان وربنا يوفقه على مجهوده الكبير يا رب يتقبل منه ومنا لنا ويجعله في حسنات ويحفظ بلادنا كلهم يا رب يا رب يحفظه ونشوف في اعلى اماكن يا رب شكرا يا دكتور ها شكرا يا استاذ سعيد ده قال لي تقدير لحضرتك يا الله يبارك فيك ربنا يوفقك الله يخليك يا استاذ سعيد ربنا يبارك ساعتك مرحبا ده خلاص تمام مسك كده ماشي ماشي يا فندم فرحة جودة ده اسمها ما جاتش؟ لا ما جاتش ماشي واحد اثنين الحمد لله خطي احسن الحمد لله